لك يا محمد، يعني عندنا دلوقتي قبل توقف بسبب كورونا كان في تذبذب في مستوى اداء النادي الاهلي في كره اليد تحديدا. شايف مع عوده البطوله ان شاء الله مين الاقرب لحسم اللقب هذا الموسم؟ هو قبل الكورونا بالعكس، بعد قبل الكورونا على طول احنا كان في ما كانش في تذبذب في المستوى في مستوى الفريق خالص. بالعكس احنا كنا مستنيين الفتره دي والوقت ده لان كان الدوري كان في الاهلي. بعد الكورونا الدوري في الاهلي، فبرضه الموضوع ما فيش يعني توقعاتك الاهلي ان شاء الله باذن الله، يعني الموضوع ما فيش نقاش اخيرا. يعني اخر سؤال.